هو مفيش حد غير هنا؟ ولا هو في حد غيرك هنا؟ لا. طب شوف الزبون. طيب يا دول أؤمر أي خدمة حضرتك؟ لو سمحت أنا عايز عندكم تماثيل. إيه ده؟ مش ممكن، أنا مش مصدق عينيا. كابتن خالد الغندور. من غير بوس، من غير بوس لو سمحت. كابتن خالد، الكابتن خالد الغندور، خالد الغندور، خالد الغندور. بعدين إيه ده؟ مش هعترم الناس اللي جايين لنا؟ كابتن خالد، والله فرصة سعيدة. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن. المقابلة الجميلة دي. ربنا يخليك يا كابتن. أهلا وسهلا، منور والله. تحت أمرك، طلباتك. عايز شوية تماثيل صغيرة شوية كده عشان البيت عندي مش كبير. لا قوي، تحت أمرك. عينينا ليك. يا سلام، البازار كله تحت أمرك. ولا رمزي. ويا كابتن، انا سمعت يعني ان في زلزال، صح؟ لا حضرتك، احنا ده الولد اللي شغال معايا يعني. تقلقش يا كابتن، ربنا يخليك. انا حضرتك يعني اعرف طبعا بكره ماتش مهم جدا الاهلي والزمالك، ربنا يكرمك. يا راجل بكره؟ ده مفاجاه والله. حضرتك ما تعرفش ولا ايه؟ لا انا عارف. اكيد الاستوديو التحليل ده هيبقى مولع. مين هيبقى معاك بقى ان شاء الله؟ كالعاده كابتن عصام عبد المنعم وكابتن حلمي طولان ان شاء الله. ربنا يوفقكم. ربنا يخليك، ربنا يخليك. معلش التليفون بيرن. لا ولا يهمك. الو، ايوه محمد. لا 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 يا حبيبي، لا مفيش حاجه. لا لا لا، انا بشتري شويه حاجات من المحل. ايه انت بتهزر؟ الماتش بكره يا محمد. طب اقفل اقفل اقفل، انا اتصرف. ايه كابتن خالد، ايه محمد ضايقك؟ شكله ضايقك. الناس المحللين اعتذروا، مش عارف اعمل ايه. ولا يهمك يا كابتن. طب ما انتم ممكن تستعينوا بمحللين من اي حته تانية يعني. مش سهل الموضوع، الناس كلها متعاقده مع قنوات مختلفه، وانا مش عارف اعمل ايه دلوقتي، اجيب مين؟ ولا يهمك يا كابتن، تعالى حل الموضوع ده عندنا. اتفضل. عندك؟ اتفضل اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا يا كابتن. يا كابتن ما تقلقش خالص، يعني ده بالصدفه الغريبه جدا ان حضرتك جيت لي. يعني موضوعك محلول ان شاء الله، وانا اللي هطلع معاك. بصفتك ايه ان شاء الله؟ بصفتي محلل طبعا. ايه ده؟ دولا محلل، انت هتتجوز على رانيا؟ يالا محلل، مش محلل، محلل. حضرتك يعني انا قبل ما افتح البازار ده قعدت فتره في البرازيل، وكنت بحلل الدوري البرازيلي، وكانوا يعني صراحه طايرين بيا لدرجه انهم خلوني احلل نهائي كاس في الدوري البرازيلي. يعني اخص عليك يا دولا، بقى تسافر البرازيل من غير ما تقول لي ولا تاخدني معاك يا دولا؟ بيتك وانا كل حته هروح اخدك معايا. ما تسكت اسكت. على كده بتفهم في الدوري المصري بقى واللعيبه والجماهير والملاعب وطرق اللعب؟ بفهم حضرتك. انا كنت بحلل الدوري البرازيلي، فالدوري البرازيلي انت عارف طبعا من الدوريات القويه جدا يعني، فدايما الدوري المصري بياخد بقى لقطات ومشاهد من الدوري البرازيلي، فبالنسبه لي سهل جدا يعني. عندي حتى كمان الشرايط اللي انا كنت ايه بسجلها اما كنت بحلل. ولا رمزي روح هات الشرايط جوه من المخزن. لا 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 لا، بص ادي الكارت بتاعي، عنوان الاستوديو، تجي لي بكره 7:30 بالظبط عشان الماتش الساعه 9، هنبتدي 8. خلاص 7:30 بالظبط. اوكي، شكر قوي يا كابتن. مع الف سلامه. مع الف سلامه يا كابتن. كابتن خالد بعد اذنك، يعني انا كان نفسي يعني اجي معاكم كده هون، اصل انا بحب الكوره قوي، ده انا من كتر حبي فيها والله بحلم بالكوره. تيجي معانا فين؟ في الاستوديو يعني، واتكلموا كده. طب والله العظيم فكره. خلاص انت معانا بكره. عندك بدله ولا؟ هظبط كل حاجه يا كابتن. من غير بوس، من غير بوس. ربنا يخليك كابتن. مع الف سلامه. سلمنا على الاستاذ محمد. تحلل ايه؟ هو اي كلام وخلاص؟ مساء الخير لكل المشاهدين في جميع انحاء الوطن العربي. حلقه جديده وحلقه مميزه جدا، ومباراه الاهلي والزمالك، مباراه القمه اللي بينتظرها الملايين. حبينا نكون مختلفين عن كل القنوات الفضائيه النهارده، وجبنا لكم محترف، ولكن محترف في التحليل من الدوري البرازيلي، جه خصيصا النهارده بطياره خاصه. معاكم ومعانا نجم التحليل المصري الجنسيه المقيم في البرازيل، عادل، والشهير بعادل رونالدينهو. استاذ عادل، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. برازيل تيت 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 تيت. برازيل زمالك النهارده. ايوه، لا اصل دي فانيله البرازيل كان ابو تريكه عايزها مني، فانا بقول له على الهوا يعني ان انا جبتها له. يعني اهلا وسهلا، واهلا بكل المشاهدين، وان شاء الله التحليل يبقى متحلل كويس النهارده باذن الله. متحلل كويس، شكرا للاستاذ عادل. كمان حبينا نكون مختلفين النهارده عن كل القنوات الفضائيه، حبينا نجيب نبض الجمهور، نبض الجمهور الغلبان. انتوا عارفين ان لعبه كره القدم هي لعبه شعبيه بتنحاز للفقراء والاحياء الجميله اللي معروفه في مصر
مصر، حي السيدة زينب، حي شبرا، حي بولاق، حي طبعا ميت عقبة، معانا طبعا نجم التحليل طبعا للجماهير ومحدودي الدخل والضمير، معانا النجم الكابتن رمزي الشهير برمزي حموكشة. ازيك يا رمزي؟ ازي حضرتك يا كابتن؟ انا فرحان قوي ومبسوط ان انا معاك. لاول مره بنجيب واحد من الجمهور، حللت قبل كده؟ طبعا يا كابتن، انا حللت كده هون قبل كده يعني مرتين في المستشفى اللي جنبنا، بس الحمد لله طلعت سليمه يعني يا كابتن. وانا هنا هون من عند البرنامج بتاع حضرتك، انا بحيي الجمهور بتاعي وبحيي الواد فتله وحته اصحابي وبحيي امي ويعني يا قلبي جرى ايه الدنيا حلوت كده ليه يعني... ولا ايه ايه عينيا يا قلبي دي؟ احنا في ماتش كوره بين الاهلي والزمالك. اقعد اقعد، احنا على الهوا، احنا على الهوا، احنا على الهوا. انت اهلاوي؟ ايوه. انت زملكاوي؟ ايوه. طبعا حبينا نكون الجو جديد ومختلف عن كل القنوات، حبينا نكون كاننا قاعدين في القهوه ونحلل الماتش. احنا على الهوا حلوين، الاثنين دمهم خفيف، دمهم خفيف. طيب على العموم معانا الكابتن عادل. كابتن عادل، يعني شايف تشكيل الفرقتين هيبقى عامل ازاي النهارده؟ لا بص حضرتك، مش مهم خالص تشكيل الفريقين، المهم الطريقه اللي هيلعب بيها الفريقين. وعشان كده انا بتكلم يا اخوانا من منطلق ان انا كنت في البرازيل، فهم بيركزوا قوي على طريقه اللعب يعني. طب تقول لنا نبذه او هبزه من طريقه اللعب اللي ممكن يلعب بيها الفرقتين؟ انا ممكن اقول همزه، همزه تبقى كويسه قوي بالنسبه للفريقين. يعني عندك مثلا انا بشوف المدرب من دول داخل كده، بعرفه من وشه الطريقه اللي هيلعب بيها. طب وش مانويل جوزيه بيقول ايه النهارده؟ بيقول انه ممكن هيلعب النهارده بطريقه 4-3-1. 4-3-1 يعني ناقص 2 وحارس مرمى، دي طريقه جديده. حارس المرمى بيبقى واقف مكانه، انت عارف هيحرس المرمى وهيحرس ايه يعني. هيفضل على طول حارس المرمى كده اهو وما يتحركش من المرمى، لا يرقص بقى ولا يترقص ولا بتاع. لكن بقى اللعيبه الثانيه هيلعبوا، الاثنين اللي حضرتك بتقول عليهم ناقصين دول مش ناقصين، دول بقى ايه متوهين في الملعب، يقعدوا رايح جاي رايح جاي. يا سلام. مش معروف مركزهم لغايه اما تجي لهم الفرصه ويقوموا راح يعني عارف يخطفوا جون على طول. يخطفوا جون؟ دول هيخطفوا الجون يودوه فين؟ يلا يا كابتن رمزي يا غبي، هم مش هيخطفوا جون يعني يخطفوه ويطلبوا فدية، لا يعني هيخطفوا جون يعني يسكعوا جون. طبعا شايفين مصطلحات جديدة في تحليل لكرة القدم المصرية، يسكحوا جون. تعالوا نروح لرمزي ونبض الجماهير. رمزي، شايف طريقة لعب الزمالك اللي هو على يمينك وانت داخل في الفانيلا اللي انت لابسها هيلعب ازاي النهارده؟ شوف يا كابتن، ان شاء الله يعني الفرقة هتنزل بخطة 5-7-1. 5-7-1 دي يعني طريقة جديدة جدا. دي طريقة جديدة خالص وطبعا زيادة عن اللي هو الموجود اصلا. اقول لحد 5-7-1 يعني 11 لعيب. 5-7-12 و1 13 ما علينا ما علينا ما علينا. 5-7-1 يعني انت حضرتك يعني زودت اللعيبة في الملعب. ليه بقى يا كابتن؟ علشان روح الفانيلا الحمراء، الروح يعني اللعيب بينزل من دولت ب 20,000 لعيب في الملعب بياكلوا النجيلة. انتوا جايين تهزروا بقى. لا يا فندم، حضرتك احنا مش يعني مش مسؤولين ان حضرتك مش مطلع على الطرق الحديثه في اللعب. عندك طريقه 7-7-1 وعندك طريقه 2-2-2 وعندك طريقه 7-1 7 فوق و2 تحت، وعندك طريقه شيك على العالي وشيك على الواطي ودواخين يا لمونه. وايه تاني يا دولا؟ لا ده في طرق كتير، في طريقه السبع طوبات. السبع طوبات ده الفريقين يقفوا كده هو يمسكوا الكوره ويحطوا الطوب كده ويقوموا. طيب طيب، المهم مخرجنا محمد بيقول لنا لازم نطلع فاصل اعلاني دلوقتي وهنرجع لكم تاني ما بين شوطي المباراة. هنطير لاستاد القاهرة ونبتدي معاكم تحليل الماتش ونرجع لكم مع النجمين كابتن عادل البرازيلي ويعني مع معدومي الدخل والضمير رمزي حموكشة. وعلى فكرة الماتش ان شاء الله هيطلع تعادل يا كابتن. تعادل؟ والاثنين حلوين. اتفضل يا محمد بسرعة لو سمحت. ايه رأيك يا كابتن؟ اللي انتوا بتعملوه ده احنا على الهوا. على الهوا؟ انتوا هتفتحونا كده واحنا اتكلمنا يا كابتن. اهلا بكم مره اخرى ما بين شوطي مباراه القمه الاهلي والزمالك واللي انتهت بالتعادل السلبي. تعالوا شوف راي نجومنا النهارده في التحليل. كابتن عادل، رايك في الشوط الاول؟ والله بص يا كابتن، معلش معلش، عشان معانا تليفون من النجم البلدوزر عمرو زكي اللي بيسخن بين الشوطين وبيستعد لنزول الشوط الثاني. تحب تقول حاجه يا كابتن رمزي للنجم عمرو زكي؟
مين عمرو زكي ده؟ انا معرفوش. بيتك كابتن عمرو زكي. يا كابتن عمرو، يعني ان شاء الله ربنا يوفقك النهارده باذن الله وجيب جون في الزمالك باذن الله. جون في الزمالك؟ ده عمرو زكي بيلعب في الزمالك، هيجيب جون في الزمالك؟ ايوه، ما ممكن يكون بيرجع الكوره للجون. لا، ما عبد المنصف هيتصرف ان شاء الله. على العموم عبد المنصف هيتصرف. قبل ما نطلع لفاصل اعلاني واستمتع بتعليق الكابتن ميمي الشربيني، سؤال حلقه النهارده يا جماعه وجايزته 20,000 جنيه. اللي هيعرف الاستاذ اللي على يميني واستاذ اللي على شمالي يبعت لنا فورا على 0000002. نطلع لفاصل ونطير لاستاد القاهره ونرجع لكم بعد المباراه. رجعنا لكم بعد المباراه مره اخرى. ولا جماهير الاهلي زعلت ولا جماهير الزمالك زعلت، زي ما انتم عارفين المباراه انتهت بدون اهداف. تعالوا نروح نشوف تحليلنا لمباراه النهارده مع النجم عادل رونالدينو. عادل، رايك في ايه؟ انت مالك مش راضي عن الاداء ولا ايه؟ المباراه بجد يعني معصباني معصباني. يعني حضرتك دي كره، هي دي كره، دي كره، دي ده ماتش، ده ماتش، ده ماتش. يعني انت رايك ان اللعيبه ما ادتش المطلوب منها؟ لعيبه ايه حضرتك؟ دول مش لعيبه، دول لعيبه على ما تفرج حضرتك. فين بقى ايام زمان؟ ايام بقى اللعيبه اللي حقه وحقيقي بقى الكابتن محمد عبد المطلب والكابتن محمد الكحلاوي. لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي. بس حد علم حضرتك ان دول كانوا مطربين مش لعيبه كوره؟ ايوه حضرتك، برده كانوا بيلعبوا كوره. يعني عندك الكابتن محمد الكحلاوي يعني كان بيلعب كوره. وفاكر حضرتك الماتش اللي هو اللي كان الابيض واسود اللي هو بتاع كابتن مصر، ساعه ما كانت الشورتات طويله والفكره بقى كلها كانت في الشورتات. ليه؟ كانوا اللعيبه يبقى مثلا اللعيب عند الجون بتاعه كده اهو، يقوم الشورت طويل ده يقوم نافخ الشورت يقوم طيران بالونه يعني على الجون الثاني، يقوم ساكع الجون مفسي الشورت راجع للجون بتاعه على طول. يعني انت رايك كابتن عادل العيب مش في التحكيم، العيب مش في الجمهور، العيب مش في اللعيبه، مش في مانويل جوزيه، مش في مدرب بالزمالك، العيب في الشرط. العيب في الشرط، ومن مكاني دون انا بنادي كل اتحاد الكوره وبقول لهم يا اخوانا بدل ما انتوا قاعدين في الجبلايه يا ريت تجيبوا شرطات هيليوم بقى، يبقى الهيليوم ده بحيث ايه ينفخوا عشان عايزين نناطح العالميه بقى. هنزهق نوصل على العالميه واحنا لسه رايحين عمالين نجري ورايح جاي على البتاع ده على الملعب اللي هو النجيله الخضراء. الله على افكارك التقدميه يا دولا. تقدميه ايه دي؟ افكار تخلفيه. ما علينا، رايك انت ايه يا رمزي؟ هو حضرتك يعني انا النتائج كلها بحلم بيها على فكره، وكمان بحلم بيها مع اللي هي الجدول بتاع المباريات بتاع الدوري. انت فعلا على فكره تنبأت قبل المباراه ان المباراه هتنتهي التعادل. انت راجل شيخ ولا يعني ما مرفوع عنك الحاجب؟ لا هو بص، انا قبل ما هتكلم يعني عن الحاجات دي انا هتكلم عن التحكيم. حضرتك التحكيم يعني كان ظالم جدا. التحكيم يا جماعه احنا لازما يعني التحكيم في مصر في ازمه. التحكيم في مصر ايه ده؟ حكام اجانب وجنسيتهم المان. اجانب؟ ايوه اجانب. ده انا ما قلتليش يا دول انت كانوا اجانب. يخرب بيت التحكيم اجانب، انت مش شايفهم بيدينا مطر على الهواء. احنا على الهواء. ايوه ما بص حضرتك مش احنا مكانك. احنا اسفين، كمل يا استاذ محمد كمل. يعني انتوا شايفين استوديو مختلف تماما عن كل اللي فات، واعتقد ان اول واخر مره. معانا اتصال تليفوني ومحمد. مين معانا؟ الاستاذ علي. استاذ علي ازاي حضرتك؟ اتفضل، رايك في الماتش ايه؟ انا يا كابتن مش عايز اتكلم عن الماتش، انا عايز اتكلم عن الاثنين الارجوزات اللي قاعدين جنبك دول. لا لو سمحت يا استاذ علي مش عايزين تجاوز لان دول ضيوفنا، واوعدك تبقى اخر مره تشوفهم في الاستوديو. خلاص يا كابتن، بس الاثنين دول عمالين يهبلوا من الصبح، خلوا الدم يغلي في عروقي. مع السلامه يا كابتن. انا مش فاهم، انا الجمهور ده يعني حضرتك يعني الجمهور اللي هو بيبقى متعصب ده لعلمك هو ده اساس بقى المشاكل، لا هي الشرطه ولا هي اللعيبه ولا هي الملاعب اللي حضرتك على طول طول الوقت بتبوظ. لا هو الجمهور، الجمهور ده لازم واقفه. انا من رايي ننفي الجمهور او نقتل او نموت الجمهور، مش عايزين جمهور. اهم حاجه اللعيبه يلعبوا. ده اللي بيخلي الماتش طعم. طعم ايه حضرتك يعني؟ بنطبخ. احنا ما غلطناش في حد، احنا غلطنا في حد غير اللعيبه بس. الجمهور بقى يقعد يقول دول اراجوزات ومش اراجوزات وبتاع. يعني حضرتك انا من موقعي هذا بطالب اتحاد الكوره انه يلغي الجمهور مع الهيليوم. مع الهيليوم. رايك في اللعيبه المصريين حضرتك يا كابتن خالد؟ بص سيبك من الكلام ده كله، احنا دلوقتي جايين هنا هو في البرنامج بتاعك ننقد ليه؟ ها مش علشان الدوري المصري؟ احنا مالناش دعوه بالدوري المصري ولا باهلي ولا بزمالك ولا باسماعيلي. يعني يرضي حضرتك دلوقتي احنا كدوله مصر يعني ما تاخدش لغايه دلوقتي كاس افريقيا؟ كاس افريقيا؟ وحضرتك كنت فين ما خدنا 2008 في غانا كاس افريقيا وكل الشعب المصري طلع فرحان؟ ايه ده وانت ما كنتش عارف ولا ايه؟ انا ما كنتش عارف احنا خدنا كاس افريقيا
انت ما قلتليش انك يخرب بيتك خدنا كاس افريقيا هنا ونزلنا في الشوارع وزمرنا بتزمرنا والله ما فاكر والله زمرنا احنا اسفين جدا يا كابتن اسفين جدا معلش معلش على العموم يعني زي ما انتم شايفين ده كان خد هنا يا كابتن عشان تسمع محمد شكرا بس جدا وحضرتك انا ليا عتاب بس على كابتن شيكابالا لانه حضرتك يعني ايه كان في الماتش ساب الماتش عشان يظهر في التلفزيون اهو بص حضرتك تفضل كابتن شيكابالا اهو شيكابالا شيكابالا طبعا يا جماعه هو مش الكابتن شيكابالا لكن دي كانت فسحه او مسحه من مساحات الاستوديو النهارده وبشكركم ونطلع بقى لفاصل وبعد كده مش هنرجع لكم تاني والى اللقاء في حلقه جديده من ملعب الاهلي والزمالك بين الاهلي والزمالك محتاره والله اطلع يا محمد اتفضل اتفضل بين الاهلي والزمالك اللي انتوا هتقلع لنا ولا ايه؟ شيلوهم من هنا يا ولد هتنفسر علينا ولا ايه يا جدع؟ انتوا موتوني خربتوا بيتي انت من الجمهور شكلك يعني الخضه انت خضيتها لي دي وانا ناقص خضت ايه عادل انا كلمتك ما فيش انا كنت ببص يعني بشوف حد بيخبط ولا ما بيخبطش طب وطلع مين طلع ما فيش حد انا يظهر اتهيال يعني ان الباب بيخبط فعشان كده رحت فتحت فما فتحت ما لقيتش حد بيخبط فطلع ان الباب ما فيش حد بيخبط عليه وانا جوه الباب ايه ده هو انت لسه هتقعد ولا ايه وانت مش نازل النهارده لا النهارده انا مش نازل خالص يعني غريبه ايه اللي غريب في كده يا رانيا اصلا يعني ملاحظه ان انت من ساعه ما رجعت من البروجرام وانت كده قاعد في البيت يعني ما بتخرجش خالص ما بتفرقش البيت بصي صراحه بقى يا رانيا انا جالي الجواب ده المشكله لو عليا ما فيش مشكله لكن المشكله لما تيجي عليكم انتوا كمان يعني انا مش عارف اعمل ايه انا يجيلي جواب تهديد عشان زفت الكوره كان مالي ومال الكوره ربطه الكوره غباوه حرام عليك يا عادل دي رابطه غبيه جدا دي الرابطه دي اعلنت مسؤوليتها على انها خطفت اكتر من لعيب كوره ما تخوفينيش بقى يا رانيا ما تخوفينيش وانا ناقص يعني انا ناقص ايه مالكو بتبصوا لي كده ليه ايه ده اللي انت عملته ده يا عادل ايه عملت ايه عملك اسود ومنيل انت مالكش في الكوره بتحشر نفسك في اللي مالكش فيه ليه بحشر نفسي في ايه وايه اللي حصل يعني اللي حصل ان احنا في حظر تجول ومش عارفين نخرج بره البيت جامي 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 يا عادل انا الكوافير بتاعي كان هيحرق الشعر بتاعي لما عرف ان انت جوز بنتي وانا يا بابا العيال في المدرسه عمالين يعايروني بيه يعايروكي بيا ليه هو انا طلعت جاسوس يعني بس 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 الجرس بيضرب الجرس بيضرب خليكوا انا اللي هفتح خد بالك اي خلي بالكم من ياسمين خلي بالكم من نفسكم كلكم دولة. مين؟ يا دولا انا رمزي يا دولا هيبقى مرت النضارة يا دولا خش بسرعة خش بسرعة دولا الحقنا يا دولا ايه اللي حصل؟ في ناس كتير قوي متجمعة يا دولا عند البازار يا دولا متجمعين عند البازار؟ والطلبة النهاردة عملوا مظاهرة قد كده عند الجامعة بسببك سيبك من الطلبة دلوقتي خلينا في المصيبة السوداء اللي حاصلة انت كنت فين بالظبط يا رمزي؟ انا هقولك يا دولا اخد بس نفسي ما تاخدش مفيش وقت مفيش ماشي وقت ماشي بص يا دولا انا كنت رايح يا عم اشتري علبة كشري رجعت يا دولا ما عملتش اي حاجة لقيت الناس بقى متجمعين وعمالين يشتمونا فقمت رايح رامي الكشري في وشهم كده وان وقعدتك يا فاكين جريت وهم بيجروا ورايا على طول يا دولا جري وراك جم لغاية هنا؟ ايوه يا دولا جبتهم لغاية هنا؟ يا عادل يا عمي سيبنا نروح اسرائيل يا عادل والفار سيبنا نروح كوت الفار يا رمزي يا قدود يا اكل ايه ده؟ هم عرفوا اسمي منين؟ عرفوا اسمك ايه ده؟ جمهورك دول جمهورك يا رمزي جماهيرك اللي بتحبك ايوه وانت بتحبهم اطلع لهم يا رمزي اطلع لجمهورك حبيبك يلا يا رمزي يلا يا عريس اتمختاري يا حلوة فينا يا خلصنا لا 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 احنا بنكرهه بس مش الدرجات دي الواد هيروح في شربة مية يا عادل يا سناء يا سناء واحد يضحي في سبيل الكل ما يجراش حاجة وهو خلصنا منه بالمرة مات رمزي مات رمزي
غبي ما فهمش انه مات. داخل لكل مشاهدي الرياضة اليوم في جميع أنحاء الوطن العربي، حلقة جديدة وإن شاء الله تكون حلقة مميزة. زي ما أنتم عارفين الحلقة الأخيرة من خلال برنامجنا عملنا نداء لكل القلوب الرحيمة والجماهير المصرية، كمان عملنا نداء لعادل رونالدينو، قلنا عادل القاطن بدير الملاك ما تنزلش الشارع عادل، جماهير هتقتلك يا عادل لو شافوك. اما الناحيه الثانيه حاولنا نستدل على عنوان رمزي مش لاقيين، دخلنا الازقه دخلنا الحارات، في النهايه عرفنا ان هو ساكن في بطرون تحت الارض، قلنا له اوعى تطلع من البطرون يا رمزي لان الجماهير لو شافتك هتقتلك. معانا النهارده وحبينا نستقبلهم في استوديو بتاعنا كابتن رمزي وكابتن عادل. كابتن عادل بدايه تحب تقول ايه للجماهير اللي انت تطاولت عليها بشكل لافت للنظر في المباراه الاخيره مباراه الاهلي والزمالك؟ حضرتك انا احب اقول للجماهير يعني معلش انا اسف جدا ان انا تطاولت عليكم ومش هعمل كده تاني يعني ان شاء الله، وبعدين حضرتك انا اتعذبت يعني واهل بيتي ما كانوش عارفين ينزلوا من البيت يعني لان الجمهور قاعد متربص 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 طول الوقت، وحضرتك انا بناشد اصحاب القلوب الرحيمه، بص حضرتك المناظر، بص حضرتك المناظر الواد يعني طبعا اتبهدل خالص، فانا بناشد كل القلوب الرحيمه ان احنا باذن الله نعالج رمزي على نفقه اتحاد كره اليد باذن الله، وعايزهم يرجعوا لي النضاره دول ويرجعوا له النضاره والنبي عشان حضرتك زي ما انت شايف كده خلاص. طيب ده كان كلام يا جماعه رمزي، تعالوا سوري كان كلام عادل، تعالوا نروح بقى لرمزي ونشوف هو عايز يقول ايه للجمهور العادي. رمزي عايز تقول ايه للجمهور العادي؟ حضرتك انا عايز اقول للجمهور يعني لو حد شافني وانا بتكلم في الكرة تاني يبقى يتف على وشي. طيب الجمهور العادي يتف على وشك، طب الجمهور اللي ضربه بقى تقول له ايه؟ هو حضرتك انا ما شفتهمش هم بيضربوني حضرتك. طب لو شفتهم كنت عملت ايه؟ ابوس على ايديهم، انا مش هتكلم في الكرة تاني وعايزين النضارة بتاعتي. طيب على العموم ده كان كلام عادل ورمزي، وطبعا زي ما وعدتكم عمري ما هستقبلهم تاني في الاستوديو، ان شاء الله القاكم في حلقات جديدة من الرياضة اليوم، حلقات مميزة هنتكلم في قضايا كروية جدا، إلى اللقاء غدا وحلقة جديدة. تعملي لي مكرونه فرن بس يا ريت وانت بتعملي المكرونه الفرن دي تخلي البشاميل يبقى جامد ما يبقى صايص كده. ها عادل لو سمحت ما تتدخلش في اسلوبي لعمل المكرونه البشاميل كبشاميل يعني. لا انا ما بدخ... ايه ده ايه ده ايه ده تقلبتيني النهارده وانا نايم ولا ايه؟ على فكره بقى اسلوب الخنصره والضرب ده مش من اساليبي المفضله في تنفيذ جيوبك. بقول لك ايه ما تلوعينيش، انا كان في جيبي شويه الفلوس دول وكان معايا 10 جنيه وخمسه وخمسه. على فكره بقى الكلام ده خطير جدا ويحمل في طياته اتهام غير مباشر. لا انت فاهمه غلط، ده اتهام مباشر يا ماما مش اتهام غير مباشر. 5 جنيه لعلمك اللي ضاعت مني انا حافظ ارقامها. يعني ايه؟ يعني ممكن اطلبها دلوقتي ترن في جيبك. مش فاهماني، هي 5 جنيه معدنيه ولا ايه؟ اه عادي جدا مش عملوا بجنيه معدن اهو، اتفضلي ده جنيه ده جنيه يا عيني يا جنيه، ممكن يعملوا 5 جنيه عادي جدا. طب مثلا طب ما يمكن تكون صرفتها وانت ناسي، او يمكن تكون صرفتها في الخير ومش عايز تقول عشان ثوابك ما يروحش. يا سلام، يعني اعمل خير عشان ثواب واضيع الخير ده عشان اتهم حد بالسرقه؟ ما هو كده الثواب هيضيع يا ماما. يا حبيبي المثل الفارسي بيقول ان سرقت اسرق جمل وان عشقت عشق قمر. ما تثبتنيش، انا عارف ان انا قمر عادي يعني، بس قمر من النوع اللي ما بيتسرقش. على فكره بقى الواضح ان فقدانك الخمسة جنيه ده افقدك توازنك وخلاك تنسى الفرق ما بين صديقك وعدوك زوجتك وبقيه افراد اسرتك. قصدك ايه؟ لما انا بعوز حاجه مش انت بتجيبها لي؟ اذا ما هو الدافع للسرقه؟ صراحه يعني مفيش دافع. خلاص شوف بقى مين اللي عنده الدوافع. انا عارف انت بتلمحي لمين بس ما اقدرش اوجههم يعني عشان ممكن اتاذي. عادل يا حبيبي اذا اردت الحقيقه فلتتحمل نيران الحريقه. لا ما دام هتوصل لنيران وحقيقه وكده لا 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 بلاش خالص، انا متهيألي يعني الخمسة جنيه مش مبلغ ضخم الواحد يزعل عليه. الله دي تاني 5 جنيه تنقص النهارده، وبعدين بقى الفلوس دي بتروح فين؟ دولة هات جنيه افطر بيه كشري دولك بسرعه. يا لما انت فطرت مرتين قبل كده هتفطر كشري 3 مرات؟ ايوه دولة انا جعان يا دولة هات جنيه بقى بسرعه دولة. وبعدين كشري ايه اللي بجنيه؟ مش علبه الكشري بجنيه ونص؟ هي دولة لا ما انا بديله العلبه البلاستيك من عندي وكشري عليه بسرعه. يعني بتديله الفارغ؟ لا 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 بلاش كلام فارغ، انا مش هديك حاجه. هي دولة اخر جنيه هطلبه منك النهارده يا دولة، اخر جنيه بسرعه. ولا انت شكلك مش طبيعي النهارده ليه؟ هات جنيه يا دولة وابقى طبيعي بسرعه. طيب انا هجيب اكل لنفسي يا رمزي، ممكن تاكل معايا؟ لا انا عايز جنيه دول، عايز بسرعه. لا لا انت هتضربني برقبه التمثال ولا ايه؟ خد ادي الجنيه اهو.
الله الواد ده ماله؟ ايه اللي جراله؟ ايه غير له حاله؟ صعب عليا اسهر ليالي. لا انا لازم اتاكد الواد ده بيروح فين وكده بالتنكر ده، عشان هو غبي اكيد مش هيعرفني. وانا جهاز اربعه، وقتك خلص، تايمز اوفر. ربع ساعه بس يا معلم. مدبولي مدبولي هارد ما يعرفش ابوه. هتطلع الفلوس هنعنشك، ما معكش فلوس هكروشك. قوم يلا. هجيب لك الفلوس بالليل، انا بطلت شغل الليل. قوم يلا روح يلا. انا كده مش هجيلك تاني. عنك ما جيت. سلام يا بيبو، ازيكم يا رجاله؟ معلم مدبولي عايز ايه يا زفت؟ ادي الجنيه اهو يا عم، اروح العب بقى. حبيبي يا رمزي، بس انت شكلك خاسس كده يا معلم هارد يعني. ايوه نازل 4 جيجا في يومين. خش يا رمزي، احسن جهاز عندي نمره 4. شكرا يا معلم. مدبولي هارد يتمنى لك جيما ممتعا والعابا مسليه. تيت. ايه اللي اخرك كده يا رمزي؟ كنا نبدا من غير. لا يا عم، ده انا عقبال ما سلكت الجنيه. يلا بقى نبتدي. ها اوعى تموتني. ها انا وانت نتحالف ضد مودي، علشان هو اتحالف هو وميدو ضدنا امبارح. مودي معانا النهارده بس هو مش قايل ميدو. يا راجل طب بقى نسلف لبعض بقى ارواح وصحه وذخيره. السلام عليكم. اهلا اهلا باشا. وانتوا عندكم ايه؟ كله موجود وحسب المود. يعني انا قصدي قديم، يعني انا من وقت الاتاري. اتاري؟ شكلك بالداري. امورنا يا باشا، كله موجود، حركات، ايميلات، منتديات، سيديهات، كله. فانيلات، شرابات، عندكم سندوتشات؟ عندنا مشروبات، حد آلات؟ انت كده هتدخلني في متاهات، انا هقعد بنفسي على الجهازات. طبعا الكبير كبير. خش يا باشا على جهاز 6، هيوديك في اي حته. دي الحلاوه دي، اعمل لي فيها شعر الكتروني، جهاز 6 يوديك اي حته. طب ازاي وفين وامتى؟ باشا خش يا باشا على الجهاز بس برجلك اليمين. عشان ما يكونش فيه حريم قاعدين على الشات بيغيروا ولا حاجه. ما تضربش عليا نار يا ميدو، ما تضرب، هضربك بالمسدس الليزر. انت اللي بدات الاول يا رمز. انا بنزف. حد يحدف لي الاسعافات الاولانيه. سيبوه، ما حدش يحدف له اسعافات، خليه يموت. انا بموت، ارحمني يا ميدو. طب هديك كل ثروتي بس سيبني اعيش. ثروتك يا معفن، انت حته غير شبشب بصباع. لا سيبني اعيش. لا سيبني اعيش. سيبك. جيم اوفر. لا انا مت بقى، انا لازم اخد بطاري من كل اللي موتوني قبل كده. معلم مدبولي عايز ايه يا زفت؟ انا محتاج محاوله بعد اذنك لو سمحت. معاك فلوس ياض؟ لا انت اخدت كل فلوس يا عم، وبعدين انت ما كنتش بتعاملني كده خالص يا عم، كنت بتلعبني ببلاش. كنت بجر رجلك يا عبيط. ايه جر رجلك؟ ما هي رجلي اهي معايا. ما تقصدش يعني بجيب رجلك. بقول لك يا رمزي صاحب الكيف يجيب له معلقه. طب بص يا معلم، خد النضاره وخليني العب شويه. شمس دي؟ لا بس ممكن تنفع نظر. لا ما بقول لك ايه، معكش ساعات ولاعات حمالات من بتاعتك دي؟ اي حاجه اي حاجه. طيب بص انا عندي فكره حلوه قوي، انا هسرق لك ساعه الحائط اللي في بيت دوله ابن عمي. ماشي ماشي. بس تسرق الحائط نفسه بدل ما تسرق الساعه اللي عليه. خليك في حالك يا كوتش والنبي، مش طايق يا كوتش. ايه ده تعال هنا يا تعال يا ده رمزي هنا. ايه ده انت مين انت بقى؟ بص خليك في حالك يا عم عشان روحي في مناخيري اهو. ما دام روحك في مناخيرك اهو، اعطس عشان تطلع ونخلص اهو يا سيدي. لا ما خدتش بالي برضو، مش عارفني. طيب دولة حبيبي. دولة انت ايه اللي جابك هنا؟ دولة ايه اللي جابك هنا يا عم؟ هتضيع زي يا دولة، وهتبيع بازارك، وهطلع ياسمين بنتك. امشي بلا هطلع ياسمين ويتم رانيا يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم. رمزي تعال معايا يلا. انت جاي تخطف الزباين مني ولا ايه وتقطع عيشي؟ ما انت حرام عليك يعني، ما يصحش كده، مش معقوله يعني. كم الناس المدمنين اللي عندك دول كلهم، حتى الاطفال ما سبتهمش، وبتعتمد على براءه الاطفال وعلى غباء الكبار. والله انا ما ضربتش حد على ايده. دوله هات جنيه، دوله هات جنيه. تعال معايا يا رمزي، هلعبك في البيت عندي، عندنا جلاء. لا انا عايز العب نون بقى، انا عايز اعود ادول. انا مت 4 مرات النهارده يا عم. ما كفايه عليك 4 مرات موت، انت حبيت حكايه الموت كل شويه عايز تموت. يلا يا رمزي تعال يا ابني تعال. نجلاء عندها كمبيوتر كبير وجديد ومليان حاجات، تعال يلا. طيب ماشي. نجلاء عندها فيفا 16/3/2008؟ ده عيد ميلاد الفيفا يعني. عندها يا سيدي، واخليك تقعد بقى تلعب لوحدك كده اهو، وتقعد تشم جزم اللعيبه كمان. بجد يا دوله؟ بجد. يلا بينا. اجي معاك يا رمزي. بس يا زفت.
كم واحد وهبطل. يا عادل حرام عليك بقى يا عادل، هتفضل حبسه كده يا اخي؟ اديله جيم واحد بس على الاقل. اديله جيم واحد ليه يعني؟ هيفيده بايه؟ العبه حاجه بسيطه يعني عشان يبطل الادمان بتاعه. ايه رايك مثلا العبه سوليتير؟ ايوه عشان تهديه. هو عم رمزي ماله يا بابا؟ عم رمزي يا حبيبتي بقى مدمن، يعني هو عيان دلوقتي لان هو قعد يلعب كتير جدا على الكمبيوتر. لازم تاخدي بالك. ازاي يعني؟ طب ما انا هو بقعد على الكمبيوتر كتير قوي وما حصليش حاجه. لا يا حبيبتي، انت ما زلتي دلوقتي في مرحله التعاطي، ان شاء الله هتخش على الادمان ومش هنعرف ننقذك. يا دولا ارجوك يا دولا، انا صوابعي بتاكلني يا دولا وعينيا طلعت من راسي. يا ماما يا ماما، انا مش قادره اشوف المنظر ده خالص، انا كل جسمي مقشعراتي. بقى رمز العاقل الراسي اللي لا بيشرب لا شاي ولا سجاره يحصل له كده؟ لا ده الواحد يخاف على عياله. ايه يا ماما، انت محسساني ان هو كان الطالب المثالي، هو كان زفت بقى زفتين. يا جماعه وسعوا لي بقى. لحظه، ده راجل مريض نفسيا وده موجود في علم النفس وليه كتب ومكتوب عنه حاجات وليه ادويه وليه علاج. انا بقى هعالجه والعلاج هيجي بالتدريج. علاج رمزي عندنا يا جماعه، انا هعالجه بالاعشاب. طب ما يمكن عنده احساس بالفراغ والفشل فحب يزود انتصاراته في مكان اخر. انتصارات ايه بس اللي انت بتقولي عليها؟ ولا انتصارات ولا حاجه، ده كان بيتغلب وبيتقطع من الواد الصغير قد كده اسمه ميدو. ومع ذلك يا ستي زي ما قلت لكم انا اللي هعالجه. دولا 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 على ما حبيبي يا ابني دي لازم لها كمبيوتر نحطها فيه، ما ينفعش انت تستعملها لوحدها كده. اي حاجه يا دوله، اي حاجه، انا دماغها هتتفرتك يا دوله. خلاص انا جبت لك الجهاز اهو، ونبتدي بقى مراحل العلاج واحده كده مع بعضينا. طب ماشي يا دوله، حط الفيشه بقى بسرعه. ولا ما تلحسهاش، يلا يخرب بيتك. ولا يا دوله بسرعه دوله بقى. اول حاجه بقى هبتدي لك العلاج ده على 3 مراحل. ازاي يا دوله يعني؟ يعني المرحلة الأولانية الجهاز كله على بعضه، يعني عندك الشاشة وعندك الكيسة وعندك الماوس والكيبورد. ماشي يا دولة، بس ستارتر مان. الستارتر ده أساساً بتاع اللمبة نيون يا غبي. ماشي؟ تاني مرحلة بقى افهم. تاني مرحلة هشيل لك الماوس يا معلم، هيبقى من غير ماوس. ماشي يا دولة، أنا عايز درعايات، أصلاً الماوس ده بيزفلت من إيدي يا دولة. ياد أنت بتلعب بصابونة ياد. تالت حاجة بقى يا سيدي هشيل لك الشاشة وتلعب بالكيبورد من غير شاشة. أيوة دولا، بس أنا كده بقى مش هشوفهم وهم بيموتوني وأنا بنزف. ما ساعتها بقى هيكون أعراض المرض ابتدت تطلع من جسمك، يلا هتبتدي تحس إنك أنت عرقان وإنك أنت متوتر وبترتعش وكأنك متلج. فهجيب لك أنا بقى بطانية وأم كلفتك في البطانية دي جامد جدا، تعرق فيها بقى براحتك، واخد بالك؟ تصحى الصبح تبقى زي الفل إن شاء الله. ماشي يا دولا ماشي، بس بسرعة بقى يا دولا بقى، نبتدي بقى دلوقتي المرحلة الأولانية. الأولانية؟ أمال يالا بتلعبها إزاي يالا؟ حاضر يا رمز، حاضر يا ابني. حط الفيشة بسرعة، حط لك. حاضر. يا رب كان مكتوب لنا في أنهي سايبر. يا رب استرها من فضلك، يا رب معايا استرها. أنا خايفة على أنكر رمزي أوي. أنا مش خايفة غير من فاتي عادل، حيضيع الواد. عادل في أمل يا عادل؟ ها؟ في أمل؟ طمنا عادل. إن شاء الله خير. لو فات 24 ساعة من غير ما يحتاج يقعد على الكمبيوتر يبقى عدينا مرحلة الخطر. خلاص ما يخرجش من البيت. هل كتبت له في الروشتة ما يخرجش من البيت 3 مرات بعد الأكل؟ يا عادل أنت متأكد إن اللي أنت بتعمله دهون سليم ومش علمي؟ لا 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 لا، علمي تماما، بس أنا بقى هشغل معاه الأدبي، هفرجه على الأدب بقى يا هانم، عشان الحيوان ده ما يفكرش بعد كده يمد إيده ويسرقني أبدا. يا عادل الفلوس تتعوض، لكن رمزي اللي شايله. شايلني وهبدني على الارض يا ماما. هو ممكن انكر رمزي يرجع زي زمان؟ يا ريت ما يرجعش زي زمان، يا ريت. رانيا انت جاهزه؟ البلطو جاهز؟ يلا بينا وانتوا خشوا ناموا، ما تقلقوش على رمزي خالص، ما تقلقوش. هاتي. سبايدر باد اهي معايا، تعالى. علشان انا؟
تتت عشاني يعني التيه قبل غبي. تعالى يا رمزي تعالى البس بدلة سبايدر باد وفي سايبر كبير كل اجهزته عشادك يا رمزي. يعني انا هروح السايبر وعمدولي مش هيضربني؟ كلنا بنحبك. تعالى يا عريس تعالى البس انت جالك الفيروس في رجلك يا رمزي. تعالى البس يا عريس وتروح السايبر وتغلب بودي وتغلب بيدو وتغلبهم كلهم يا عريس. ربع ايدك عشان تبقى مؤدب. تعالى يا رمزي. لا لا عمدولي عمدولي يا غبي بتبولي امشي تعالى. مدبولي ناب يا ربزي ناب يا ابني. رانيا حضري لي بقى انت الفطار على ما اروح اطمن على رمزي. بس انا خايفه منه قوي يا عادل. ما تخافيش يا حبيبتي انا ربطت ورابطه بتاعت فريد شوقي لما كان بيقول يا عدوي ده بقى قال يا عدو وما قالش يا عدو مش هيعرف يفك الرابطه يا ماما. رمزي ولا ايه ده الواد رجع لاصله بقى جزمه تاني وانا اللي قلت خلاص ابتدينا نعالجوها ابتدى يخف وهيرجع تاني زي ما كان غبي. بس ايه اللي انت بتقوله ده يا عادل؟ ده رمزي هرب. رمزي هرب يا عادل. بس هجيبه يعني هجيبه. يا نهار ابيض يكون عامل حاجه في ياسمين. ايه ياسمين او سناء؟ لا سناء مش اشكال مش اشكال. يا مامي يا ياسمين يا نجلاء يا كلكم. ايه بقى رمزي هرب. يا لهول المفاجاتي يا لهول المفاجاتي. يكون سرق الكشمجيه بتاعتي اللي فيها الصيغه النادراتي بتاعت قناني. ايه ايه مفاجاتي وشكمجيتي يا حماتي شكمجيتي ده هو حلق واحد اللي عندك وفردته ضايعه. عادل لحسن يمشي ماشي بطال. هيمشي ماشي بطال هيعمل ايه يعني يا ماما؟ هيروح يرقص في شارع الهرم ده ما يعرفش يروحه اصلا. مسكين يا رمزي زمانه قاعد بيشحت على باب اي سايبر دلوقتي. انا بحب انكل رمزي قوي اكتر من القطر اللعبة بتاعي. الله عليك يا ياسمين شفتوا التشبيه يعني ايه بتحبه اكتر من القطر؟ تشبيه بليغ. هتطلعي البابا شاعرة. اتبط بقى اتبط بهدلت الواد اكتر ما هو متبهدل. حرام عليك يا عادل ده عنده ازمه ازمه الرجوع للطفوله. هو اساسا ما خرجش من الطفوله عشان يرجع لها. الواد معاش طفولته يا عادل طلع على شغل 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 فجاه لقى عيال وجيمز وكمبيوتر. كان لازم تحصل له ازمه ويدمن الحاجه دي ويفضل قاعد جنبها على طول. فتش في الماضي يا عادل. انا لو فتشته ممكن الاقي الخمسة جنيه وساعتها بقى مش هسيبه. ركز يا عادل الماضي الماضي فتش فيه وعالجه. المهم يرجع. يا ترى هو فين؟ انا عارف ممكن الاقيه فين. هو مدبولي هارد ومش هسيبك يا مدبولي. بوبو انت بتغرق فكيت الحبل ازاي يالا؟ زي ما سبايدر مان لما فك خيوط العنكبوت من على نفسه. واخد العنكبوت قدوه ليك يا معفن يا معفن. بعد كده هلاقيك ماشي على السقف. ما تهدى ما تهدى يا عادل اهدى. ماشي اديني هديت اهو حاضر. خليك معايا. رمزي انت بتروح السايبر عشان تلعب؟ لا علشان اقابل ميدو ومودي وبيبو صحابي. طب انت مش ملاحظ ان هم اصغر منك بكتير؟ بس احنا تفكيرنا متقارب وهم بيحبوني وانا بحبهم اوي. تفكير يا ابو تفكير بيضحكوا عليك وبياخدوا منك فلوس يا اهبل. الراجل ده وحش الراجل ده وحش. رمزي انت عارف ان احنا كلنا بنحبك يا رمزي. ايه كلنا دي؟ اتكلمي عن نفسك بس. فين الخمسة جنيه؟ فين الخمسة جنيه؟ طب وحياة ياسمين وحياة ياسمين عندك انت مش بتحب رمزي؟ مش قوي.
يعني بتحبه؟ بيعمل غلطات كتير طول الوقت، بس والله هيبقى كويس وهيبقى زي الفل وهيسمع الكلام. صح يا رمزي؟ صح يا ماما. ماما جاتك مو يا واطي يا مغفل. سناء عشان نفسيته يا سناء. الست دي وحشة على فكرة، الست دي وحشة. انتوا وحشين. انت كويس يا عم رمزي؟ انا الحمد لله يا ياسمين كويس الحمد لله. اصلا انا كنت قلقانة عليك قوي قوي قوي. حبيبتي يا حبيبتي، تعالي يا ياسمين يا حبيبتي. شفت شفت يا زفت، كلنا بنحبك ونموت فيك ازاي؟ يا ابني يا ابني الكمبيوتر ده ليه استعمالات كتير قوي قوي غير الجيمز. ايوه في وورد واكسل ممكن تكتب عليه من غير قلم. القلم ده بقى هو اللي هينزل على خلقتك دلوقتي. بابا خلاص يا عم رمزي انا هعلمك. ايه ده انت يا زغنطوطه يا كلبوزه تعلمي رمزي؟ رمزي ايوه اعلم رمزي واعلم 10 زيك. ايه ده الست دي وحشه على فكره. ياسمين يا حبيبتي انك رمزي خلاص خف وبقى كويس، ومن بكره هيلعب جيمز مره واحده بس في الاسبوع. ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي مره واحده في الاسبوع وانت بتدفعي لي حاجه من جيبك اصلا؟ يا فصل يا امه رانيا. الست دي وحشه على فكره. بص يا رمزي انا ممكن اعلمك ازاي تدخل على النت، وياسمين هتعلمك وورد واكسل، وكل يوم جمعه يا سيدي نقعد احنا الثلاثه مع بعض ونلعب جيمز. قشطه قشطه يا نوجا. دولا دولا تيجي تلعب معانا بقى كل مره. العب معاكم يا ريت. ايه دول اللي ماشي انا مش بتاع بقى. بص ابعد عني ابعد عني ابعد عني. شفت قلتها كم مره؟ ثلاثه. عرفت تعد؟ ماشي اوف الناس دي وحشه. نو صحيح انتوا كنتوا بتقولوا لي احنا بنحبك كلنا باين. ايوه بنحبك زي ما بنحب القرد اللي في جنينه الحيوانات. طب ما تجيبي موزه. اوعى الموزه. طب ايه رايك يا ستي تبقوا تجيبوا الفصل بتاعكم وتيجوا تزوروني. اوعى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقولك ايه يا عادل، انت لازم تنزل وتروح للترز تجيب منه الفستان الاسود بتاعي، بقاله جمعتين واخده، وبعدين 40 فردوس الله يرحمه بعد جمعة. حاضر يا ماما، بدل ما انزل واروح له انا ممكن بس اكلمه الاول في التليفون. ازيك يا رانيا؟ عادل عايزك في موضوع. حاضر. نمرته موجودة هنا يا ماما الترزي؟ مين جمعة الترزي؟ اه موجودة هنا. شوفها عندك. سيب الانتكس اللي في ايدك ده وشوف المصيبة انا هقع فيها. عادل ثانية واحدة بس، مصيبة ايه يا سناء؟ بنتك بنتك قطعت لي كل الصفحات اللي انا مديها للولاد فيها صفر. طب ودي حاجة مضايقاك يعني؟ اه طبعا حاجة تضايقني، طبعا تضايقني، اما الحمسك حجة على العيال واذلهم ازاي يا عادل؟ جمعة 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 يظهر جمعة تاه في وسط الاسبوع باين. عادل عايزك في موضوع. ثانية واحدة بس اما اشوف عم جمعة ده. عادل عادل خلاص انا جون بابا مش قادره انا خالص. النور الاصفراتي في الاوضه بتاعتي دي انا مش شايفه ان انا بيه حاجه خالص. انا عايزاك تجيب لي فلوريسون كرواسون. ايه اللي انت عايزاه بدل؟ بص يا حمادي المشكله مش في النور، المشكله في النظر، فممكن تعملي نظاره يعني عادي. مامي حبيبتي اهدي شويه كده بس، انا عايزاه في موضوع وبعدين هخليه يعمل لك كل اللي انت عايزاه. ابي عادل ايه ده والنوت بطيء جدا يا ساتر. زقيه زقيه ومش هيحصل حاجه، هيسرع تاني. يو يا ابي ممكن لو سمحت تنزل للواد حماده هارد تفرمطه، لان انا شاكه ان الواد ده ساحب واصله لحد تاني. واصله لحد تاني؟ لا ده انا دافع له 25 جنيه في الشهر، انا مش هسيبه. يا عادل لو سمحت انا عايزك في موضوع. الترزي يا عادل الترزي. لا يا عادل الفلوريسو من فضلك. بنتك دي انا هقطعها لك حتت لو عملت العمله السودا دي مره تانية. بس حرام عليكم بقى حرام عليكم. عادل ده بتاعي انا، ما حدش يقرب له خالص. هو ايه هو ايه هو ايه؟ هو تحول من ملكيه خاصه لملكيه عامه. ده جوزي انا وانا عايزه في موضوع. ابلعيه. ايه يا بنتي وفي حد حايشك عنه؟ اشبعي بيه باللي واشربي ميته. يا حبيبتي لو عمل خدمتات لاهلك ربنا هيبارك لك فيه. هيبارك لي فيه يعني ايه اللي هيحصل؟ هصحى الاقيه بقى اتنين مثلا. يا جماعه جيب لي تشانس تو كل مان. بقول لك ايه يا بنتي، يلا نخش جوه. يلا 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 يا بنتي نخش جوه. يلا يلا. عادل أيه. الحمد لله دخلوا جوه. ممكن من فضلك بقى احنا كمان نخش جوه عشان عايزاك في موضوع. يلا يلا.
اعمل ايه اعمل ايه؟ انا مش عارف ارض البيت ده ازاي، الطلبات طول الوقت يا عادل يا عادل، اعمل لكم ايه؟ يا بيبي يا حبيب قلبي هدي نفسك، انت شكلك راجع من الشغل تعبان، وبقى انت بترجع في البيت بيتك يا قلبي لازم ترتاح. الله 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 الله، ايه الدلع ده كله؟ انا مش متعود منك على كده. عايزه ايه يا رانيا؟ ايه يا حياه قلبي انت يا عمري يا قلبي، انت جوزي يا حبيبي، اذا ما كنتش هدلعك هدلع مين في الدنيا؟ قولي يا بيبي، هي الست كده واجبها الانساني والزوجي انها تدلع جوزها وتشخلعه. ساعات تخلعه. عادل اوعى تقول حاجه زي كده تاني، فاهم ولا مش فاهم؟ ايه عادل انت خفت ولا ايه؟ لا انا اقصد اقول يعني انا مش ممكن افكر في الموضوع ده خالص، ولا اصلا يخطر في بالي حتى بنسبه 1%. يا عادل انت مش عارف الموضوع ده ممكن يبقى بالنسبه لي ايه. بالنسبه لك يعني ان انا جوزك وما تقدريش تستغني عني، ويعني متمسكه بيا وكده ولا ايه؟ يا شيخ روح، انا معناها كده ان انا بضيع كل حقوقي كامراه مطلقه. اه محكمه الاسره فتحت عينيك يا هانم. اثر ومن الاخر مس ارتواء. ايه ميس ارتواء دي؟ شرقت ولا ايه؟ افهم يا اخي، ميس ارتواء دي ميس بتاعت ياسمين في المدرسه، عامله حفله تنكريه ومن الاخر كده عايزه فلوس عشان اجيب لي ياسمين فستان اليس في بلاد العجائب. اليس؟ انا اجيب لبنتي فستان كانت لابساه واحده اسمها اليس؟ وبعدين اليس دي ممكن يكون عندها امراض جلديه، نعدي بنتنا؟ معقوله يعني يا رانيا؟ يا سلام، دي حاجك دي يا استاذ، قولي انك بخيل وجلده ومش عايز تشتري فستان لبنتك يا بخيل. انا بخيل؟ انا خيري مغرقك انت وبنتك وامك واختك يا هانم. لا والله، وامك واختك برا الحسبه. ها يا حبيبي الله يرحم، لما رضيت بيك كنت كحته وفقيره على الحديده. حديده؟ انا عمري ما كنت فقيره على الحديده، انا طول عمري راجل اعمال ناجح على الحديده، لكن جوازي منك هو اللي عطلني يا هانم والتاريخ يشهد. وده كان امتى بقى ان شاء الله؟ ان كنت ناسيه افكرك. هلا رمزي، عملت ايه النهارده؟ بعت ولا ما بعتش في سنتك؟ لا يا دول، احنا بسم الله ما شاء الله يعني بعنا كتير قوي النهارده. بعت لك يا عم ميداليتين سكوب الدو واربعة حرف ميم وميداليه كره ارضيه، وفي خمسه اتسرقوا مني، وفي واحده واد جري وخطفها وجري. يا سلام، خمسه اتسرق؟ انت كل يوم حاجه تسرق وحاجه تضيع، وانا مش فاهم. مش هات الفلوس، هات الفلوس. خد يا دوله بقى، خد يا معلم، عد وقبضني. اعد ايه؟ هم دول وربع جنيه وربع، اعد فيهم ايه؟ وبعدين انت المفروض تجيب لي 140 قرش، في كده اهو 15 قرش ناقصين ازاي غير اللي اتسرق وغير اللي ضاع؟ ليه يا دوله؟ مش انت يا حبيبي قلت لي الميداليه اللي هي حرف ميم دي بربع جنيه، والاسكوبيد دي ب 15 سنت؟ 15 سنت؟ الاستيوبيد ستيوبيد ايه بس؟ ستيو اسمها اسكوبيدو. الاسكوبيدو الابيض واسود العاديه دي اساسا ب 15 ساغ، الثانيه بربع جنيه. اللي عايز بقى ميداليه الوان وينزه نفسه يدفع، واحنا هنصرف عليهم ولا ايه؟ يا دوله بقى، ربع جنيه من 15 قرش ما فرقتش بقى يعني. ما فرقتش ولا انت دافع حاجه من جيبك؟ ما انت مش داري بالدنيا ومش داري بالاسعار. يا نهار اسود، ده كل حاجه ولعت يا ابني، ده رغيف العيش دلوقتي بقى بتعريفه. ايوه يا ابني، تذكره الاتوبيس بقت بشير، الحاجه الساعة بقت ب 15 قرش. امال انت فاكر ايه؟ الواحد مش عارف هيتجوز ازاي ولا هيكون نفسه ازاي؟ ده انا ثروتي كلها، كل ما املك حطيته في المشروع بتاع الكرتونه اللي سلمتها لك انت. دوله، طب واللي يكبر لك المشروع دون يا عم تدي له ايه بقى؟ بص يا دوله، انا ليك عندي لقمه عيش ملبن 100 100. بص ما انا مش جاي بقى مصري نون علشان العب، مش سايب انا مستقبلي في البلد بعد ما خدت دبلوم الزرايب واجه نون بقى بص في الربع جنيه من 15 سنت. لا ده انا بقى عينيا بقى على الورقه ام 5 جنيه. 5 جنيه؟ ايه الجشع اللي انت بتتكلم بيه؟ وهنجيب ازاي بال 5 جنيه دي؟ انا هقول لك يا دوله، احنا باذن الله يعني ان شاء الله احنا بس نيتنا تبقى صافيه، والكرتونه دي يعني ان شاء الله ربنا هيكرمنا وهتبقى اكبر. تبقى اكبر؟ هي فكرة، بس بدل ما نجيب كرتونة أكبر، ما احنا ممكن نجيب كرتونة تانية قدها ونفتح الاتنين على بعض. لا يا دولة بقى، ما تفتحش عينين الناس بقى علينا يا دولة، علشان الضرايب. يا ابني الضرايب دلوقتي ما فيش منها مشكلة، أنا اسمع بعدين، الضرايب دي مش هتسيب حد. بس انت صح يا له. بص بقى يا دولة، احنا بقى بما ان يعني الحمد لله الكرتونة دي كده هون واسعة، احنا عم نجيب البضاعة دي كده هون، ونقوم قاسمين الكرتونة دي كده، ونجيب بقى ايه يعني بربع جنيه حرنكش، على كتكوتين كده زوانطتين، على دودتين أز بالورق بتاع التوت بتاعهم. يجوا بأكلهم يعني دود الأز. هي بص، مدام كده كده فتحنا الكرتونة، ايه رأيك نجيب شوية دوم؟ لا يا دولة، انا الدوم دون ما بحبوش. ما بتحبوه؟ هو انت هتاكله ياد؟ وانت بتاكل الميداليات وكل شوية تقولي ده ضاع وده اتسرق، تاكل الميداليات ياد؟ في كرة أرضية وقفت هنا على فكرة امبارح. اطلعها لك. ميدالية بخمسة. ميدالية بخمسة. انت كنت عارفة تقولي قبل كده يا بنتي. ولا يا
رمزي شعري مظبوط يالا؟ مظبوط، ده ولا وليد توفيق. يا ابو بدوي عايزين اتنين واحد نعناع لو سمحت يا ابو بدوي. احكي لنا بقى استاذ حلمي بتاع الاحياء عمل معاكي ايه؟ يا بنتي ده غريب، ده غريب، ده يموت على روحه من الضحك. ده اصلا كل ما طول ما هو قاعد عمال يقول حاجات غريبه وبيعمل حاجات غريبه كده ويقعد يعمل كده معرفش ايه. وعايزه اقول لك انه بيقعد يكتب لي شعر ركيك عمي كده غريب مطفشني، مخليني كل يوم انط من على سور المدرسه. يا هبله ما تطمني معايا، يمكن تاخدي منه امتحان نص السنه. لا طبعا، انا اصلا ما بحبش النجاح الرخيص. انا اصلا يوم ما افكر اني انجح، لو نفسي يعني انجح، هنجح بكرامتي، بالبرشام اللي بكتبه، بتعبي، بمجهودي. لكن هو اساسا ما فيهوش مواصفات فتى احلامي. ايه هي بقى المواصفات دي؟ فيرست اوف اول ان هو يبقى طموح. طبعا طبعا. سكند لازم يبقى مودرن. فسكوس يا ابني. تالت حاجه ودي اهم حاجه عايزه اقول لك ان هو يبقى بريليانت. ايه ده، دي بتشتم. انت ايش فاهمك؟ برنس، عايزه برنس. ولازم يبقى وسيم طبعا. بس عايزه اقول لك ان انا ممكن استغنى عن ان هو يبقى وسيم، بس على اساس ان هو لازم يبقى جذاب طبعا. مغناطيس يا معلم. سوري يا مدام، يا نسر يا استاذ. بص يالا البنات الثانوي دول ايه يا عم بيت الاسرات اللي احنا داخلينه ده؟ بس دي حلوه قوي قوي قوي، شبه صفاء السبع بالظبط. يلا يلا. انا رمزي شفت العيال الارانات دول يالا؟ اه دول، مش هما دول تدول اللي فرقعوا لنا الكوره واحنا بنلعب كلب مشترك؟ كلب مشترك. بس انا بقى المره دي مش هسكت لهم يالا. بقول لك يا جميل، انا معايا تذكرتين سينما لفيلم النمر الاسود من 12 ل 3، يعني يا دوب هنخرج على ميعاد المدرسه بالظبط. ولو قايله لهم في البيت ان عندك مجموعه يبقى يا دوب نطلع على كازينو الحمام نتغدى. ايه ده؟ ايه ده كابتن ده؟ ازاي تتكلم مع بنات الناس بالشكل ده؟ انت ما عندكش اخوات بنات؟ لا انا وحيد. وحيد؟ طب افرض مثلا مامتك وباباك فكروا ان هم يخلفوا وجابوا بنت وبقت اختك، ترضى حد يعاكس اختك؟ انا بابا مات. انت هتقفلها ليه يا كابتن؟ طب افرض مثلا مامتك يعني بعد ما باباك مات الله يرحمه اتجوزت واحد تاني وخلفت بنت وبقت اختك برضه، ترضى حد يعاكسها؟ اه انت بتهزر وبتغلط بقى. وانا اعمل لك ايه يعني؟ وانا اللي موتت ابوك؟ ايوه، وبعدين هو يغلط براحته بقى. وبعدين فين يا دي انت وهو الكره الكفر بتاعتنا؟ من ساعه ما دستوا عليها بالعربيه ومشيتوا حتى ما بصيتوش الكره الكفر حصل لها ايه. بس يالا، بس يالا، ما بص ما تهيفش القضيه. هيعملوا ايه يعني؟ هياخدوا الكره يودوها القصر العيني؟ بس والله باين لكم شكلكم عيال هبله وعايزين تاخدوا على دماغكم. وبعدين انت مالك، نعكسها ما نعكسهاش؟ هي صاحبه الشقه اللي اشتكت لك ولا ايه يا جميل؟ ميرسي رانيا، ايه اللي بتقوليه ده؟ شكلهم عيال سيع. طب مش ميرسي. وبعدين يا كابتن احترم نفسك يعني، لان دي تبقى بنت خالتي. ومادام بنت خالتك ما قعدتش جنبها ليه؟ عشان امي وخالتها متخانقين مع بعضيهم يعني. بقول لك يا امور، ما يلا بينا بقى عشان نلحق السينما، زمان احمد زكي خلص جري. الله الله الله، ولا انت ما فيش حد مالي عينك ولا ايه يالا؟ ما تحترم نفسك. امال نزل ايدك لحسن اقطعها لك. ولو ما نزلتش ايدي هتعمل ايه؟ يا ما طحنت ناس كتير جدا علشانك، يا ما دمرت شباب وحطمت قلوبهم. طحنت ولا طحنت؟ طحنت طبعا، ده انا لدرجة ناس كتير جدا نصحوني وقالوا لي ما تفتريش بصحتك على الناس، يعني انا ما سمعتش كلامهم. وبعدين لعلمك بقى يا هانم، لعلمك انا خسرت جيل التمانينات كله بسبب الجيل التمانينات الذهبي. طب ما انت خدت زهرة شباب هذا الجيل، ولعلمك عشان تبقى فاهم بعد الحاحك الشديد عليا اضطريت اسفة بالعافية اعرف اخد لك ميعاد من مامي. الحاحي؟ الحاح انا؟ يا سلام. لا يا هانم، ان كنت ناسية افكري. ها ايه رأيك؟ قديمة قوي يا ميداليا. وميداليا خشب، الشغل ده كان بتاع زمان يعني. ده شغل مين ده؟ ده شغل بندق. بندق ده اساسا من زمان كان اي كلام. انا الحمد لله دلوقتي ربنا كرمني يعني اخر كرم، وبقى عندي كاسه دبل احمر بطبع منه بقى شرايط الاصدقاء والجبس بقى وليله. بس بمناسبه ايه يعني الهديه دي؟ بمناسبه مرور 6 سنوات على مشينا مع بعض. رانيا اوعي تقولي الكلمه دي تاني، مشينا مع بعض. انت مش ماشيه معايا يا ماما، انت ماشيه جوايا. عادل احنا لازم نوضع حد المشينا ده. لو تعبت من المشي ممكن تريحي يا عادل؟ لو سمحت احنا عايزين نفكر بعقلانية ونودع حد لعلاقتنا. ايوه يعني اعمل ايه؟ بصي لو انت زهقتي مني وخلاص عايزه تنهي العلاقه براحتك، عايزه تكملي براحتك، انا ما عنديش مشاكل يعني. عادل انا جاي عريس.
جالك عريس. اهم حاجه سالته عليه كويس، لان مش معقوله بعد ما تكوني ماشيه مع عادل سعيد تتجوزي اي حد اي كلام كده. هو انا سمعتي في السوق برضو ممكن تضر لعلمك يعني. عادل لو سمحت انا عايزاك تحدد موقفك وتقولي هتيجي امتى تقابل بابا وماما. بص يا رانيا حبيبتي، انا مش هقدر اجي اقابل بابا وماما دلوقتي، لان انا مشروع شاعر كبير مستني طبعا اطرح الديوان الاولاني بتاعي، وحكايه الجواز دي ممكن تعطلني العلم. يا عادل يا حبيبي يا حبيب قلبي، انا استنفذت كل مبرراتي الوهميه في 26.5 عريس اللي تقدمولي. اتقدم لك 26 عريس ونص؟ النص ده ايه، اتكلم وما جاش ولا ايه؟ لا ما انا كنت هبقى الزوجه الثانيه، الواحد متجوز باين 3.25 ولا ايه مش عارفه. المهم ان انا رفضت وتمسكت بيك، فلو سمحت لو ما جيتش في خلال يومين تقابل بابا وماما انت عارف انا هعمل ايه. تعملي ايه يعني؟ هطلب منك ترجع لي 300 جنيه اللي خدتهم مني عشان تشتري كاسه الدبل بتاعك الاحمر يا عادل. وطبعا استخدمتي كل الحيل الممكنه والغير ممكنه للوصول ليا يا هانم. ها انا استخدمت ذكائي كانثى. ذكائي كانثى ولا هبلي كراجل؟ ايه ده ايه ده ايه ده، انت فاكر نفسك مين اصلا؟ ده انت تحمد ربنا انك متجوز واحده زي ده. انا لولا اقنعت مامي بالعافيه كان زمانك دلوقتي متجوز اي واحده. انا لا يا هانم، لا يا هانم، ده انت اساسا اول ما قلت لامك ان اللي جاي ده اسمه عادل سعيد، مجرد ما ذكرتي اسم عادل سعيد امك احولت من الفرحه خالص. يا ابني انت مش فاهم، ده الكلام اللي انا قلته لك وقتها عشان ما جرحش مشاعرك كمواطن مصري وشاب طموح، وان كنت مش عارف اعرفك. بطلي دوشه يا نجلاء، عايزه اكلم اختك. المواصفات بتاعت العريس اللي انت جايباه ده عريس جربوع ومش من مستوى العيله بتاعتك، وانت مش ممكن تعيشي بالمستوى اقل من كده زي كل بنات العيله. ما تتكلم وتقول حاجه يا عبد الستار. والله انا محتار. وبعدين انت عارفه كويس قوي ان انت مقري فتحه بتاعتك مع شريك باباكي رستم بيه، اكبر واحد بتاع النودلز في مصر. مامي يو نو فيري ويل ان انا ما بحبش النودلز، ازاي هيحصل فيه بيني وبينه توافق؟ انا مش ممكن اتجوز صاحب ابن صاحب المصنع ده. بقول لك ايه، انت مش هتتجوزي الراجل الجربوع اللي انت جايبهولي ده اللي عنده كاسات دبل، انت فاهمه؟ يو اندرستاند ذس يا مامي. يا حبيبتي ده هو اساسا مستقبله واحد، ده ممكن كمان هيعمل ويكبر المشروع ويبيع ولاعات. ولاعات؟ اي سيد نو نو. اوكي يا مامي، لعلمك بقى انا لو ما اتجوزتش عادل هموت نفسي راميه بالرصاص في ميدان عام. ها ما تقول حاجة يا عبد الستار. والله أنا محتار. يا حبيبتي من فضلك أنت لازم تمسكي نفسك أرجوكي، كل الناس مرت بالحب الأول ده ما عدا أنا اللي دبست مع أبوكي طول السنين دي. وبعدين عايزة أقول لك حاجة، لو أنت اتجوزتي شحاتة هتفضلي طول عمرك شحاتة، أنت فاهمة ولا مش فاهمة؟ وبعدين عايزة أقول لك حاجة، من هنا ورايح مفيش أي خروج غير بإذن. أفهم من كده إن أنا في حظر تجول على مشاعري؟ وإني محطوطة تحت المايكروسكوب؟ أوكي. بس انا عايزه اقول لكم حاجه، انتوا ممكن تتحكموا في جسدي لكن روحي نيفر. ما تقول حاجه يا عبد الستار. والله انا محتار. يا ماما مش معنى ان انا مشيت معاها لمده 6 سنين ان هي اخلاقها وحشه يعني يا ماما. يا نهار ابيض، ماشي معاها 6 سنين وعايز تبقى اخلاقها كويسه، اما لو اخلاقها وحشه تبقى ايه؟ ماشي معاها 60 سنه. انت مالك انت يا سناء، انت مالك؟ انا بتكلم مع ماما. وبعدين يا ماما لعلمك دي طيبه جدا، انا بحبها عشان طيبه قلبها. عارفه دي عبيطه قوي يا ماما. ده انت اللي عبيط قوي وخايب قوي، ده كون الستات انت ما تفهمش فيه. يا خايب يا خايب يا خايب. مالكيش دعوه. وبعدين بصوا بقى يا جماعه، انا خلاص قررت ان انا اروح اخطبها يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله. لو انتم مقتنعين اهلا وسهلا تعالوا معايا، لو مش مقتنعين انا هروح لوحدي بقى يا ماما. كده برضو يا عادل عايز تتجوز جوازه انا مش راضي عنها؟ يا ماما مش راضيه ليه؟ طب شوفيها الاول. طب يا ماما اف. والله انا محتار. ايه ده الريحه المكمكمه دي؟ ماما ماما ماما، ريحه بخور هندي يا ماما. بخور ايه ده؟ زفت، ريحه زفت. ش ش ش بعدين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. امال فين العروسه؟ عروسه؟ عروسه ليه؟ مش لما اعرف الاول المستوى بتاعكو وانتوا مين وجايين منين، واذا كان المستوى بتاعكو زي المستوى الرفيع بتاعنا ولا لا. انا مش شايفه اي مستوى، ايه الالوان دي وايه الفش ده وايه الكليم اللي في الارض ده؟
ايه ده؟ ما تقوليش الكلام ده خالص من فضلك، علشان انت ما تعرفيش انا المستوى بتاعي في العفشات بتاعتي مستوى رفيع جدا، زي ما تقولي السهل الممتع. ها؟ ولا يا عبد الستار؟ والله انا محتار. واضح ان الاستاذ عبد الستار على طول محتار. انا بقى لازم تفهم ان بنتي لازم تعيش في مستوى رفيع جدا كده، زي ما عايشه هنا مع ماما وبابا. يعني مثلا لازم تروح النادي كل يوم علشان تاخد بنسولاي عشان التان بتاعها، الباديكور المانيكور لازم يقول لها هنا في البيت ما تروحش هناك خالص، لازم يكون في شوفير، لازم يكون في سنترال هيتنج، لازم يعني كل الكماليات دي. بصي حضرتك، بالنسبه للكوافير والباديكور والمانيكير وكده، دي كلها حاجات مقدور عليها يعني. ده في بقى لسه الاساسيات، يعني زي ما انت شايف اننا قاعدين هنا في بيت 250 متر، في 2 سال دو با، في كل الكمالياتات اللي انت ممكن تتخيلها، وبنتي مش هتعيش اقل من هذا المستوى. ايه بس حضرتك، يعني واضح ان البيت عاجبك لانه بيتك طبعا، بس انا مش هقدر اعيش معاك، انا بفكر استقل انا ورانيا لوحدينا في بيت، يعني لوحدينا يعني. يا ديسا، ومين قالك ان احنا بنعزمك؟ حبيبي انت لازم تعرف ان انا عندي الخصوصيات بتاعتي انا. ها؟ طبعا طبعا. ايه طلباتكم بقى؟ طلباتي ان بنتي لازم تعيش في شقة 300 متر، لازم يكون فيها 3 سال دو بان، لازم يكون فيها كيتشن كبير، يكون فيه سفرجي، يكون فيه طباخ، يكون فيه كاميريرا، يكون فيه ناس بتاعة المساج، الباديكوريست مانيكوريست فندها هنا في البيت، ده غير الستاير والبيبلوهات وكل التمثيلات اللي موجودة هنا تكون من انتيك. ها؟ ارجوك. حيلك حيلك على ايه ده كله؟ قالت لك 3 سال دو ما. ما كناش غلطنا وجايين نخطب الكونتيسة عزيزة. ايه يا سناء، ايه يا سناء، انا رانيا عندي احسن من 100 كونتيسة. طب كوعة يا اخويا كوعة، 3 سال دو ما. حضرتك انا ما فيش مشاكل، ان شاء الله هستلف، يعني قصدي هتصرف، يعني ان شاء الله حتى ابيع كاسة الضبي الاحمر بتاعي. هديت الواد؟ اتبطيتي؟ ايه دي نوع بطة دي؟ بقولك ايه، انا كل ده انا لسه مش وافقانانا، انت لازم نشوف اذا كنت هتقدر تجيب الحاجات دي ولا لا. طب يا اختي ما نشوف العروسة الاول، نشوف اذا كانت تستاهل ولا لا. لا جيم اكسكيوز، معلش، انا بنتي لسه جاي من ماتش تنس دلوقتي وتري فاتيجي، فطلعت تعمل ان سيستا. ايه رايك انت يا استاذ عبد الستار؟ والله انا محتار. ونسوار. ازيك؟ دوسمون شيري، دوسمون، فيان فيان. دي وقعة خالص يا ماما، دي وقعة من 7 دور، عادي شكله لبس في الحيط. انا شخصيا ما اقدرش اعاشرها يومين على بعض. وانت ايه اللي زنقك عليها يا ماما؟ ايه اللي خليك تعاشي واحده عره زي دي؟ انت عندك بيتك. الحمد لله ابوك مسدتني. واضح يعني الحمد لله ان في تفاهم بين العيلتين، فيعني اقول مبروك مبدئيا ليا، ومبروك ليكي طبعا يا رانيا، ومبروك لينا جميعا. وحد بقى يسمعنا زغروت يا اخوانا، وعقبالك كده هو يا نجلاء. اي فتاة ساذجة مراهقة تافهة هتلبس الفستان الابيض. يا سلام، ما انا كمان فرحت زي اي شاب ساذج هيلبس الفستان البدلة السوداء. يا ابني انت اصلا كان لازم مش تفرح، ده انت تطير من الفرحة. يا ابني اصلا انا عروسة لقطة. يا طب ما انا برضو لقطة، انا القط منك لعلمك بقى. بقولك يا عادل، من الاخر يا حبيبي انا جوزتك علشان انت صعبت عليا. صعبت عليكي؟ ماشي ماشي، لعلمك انا الاول صعبت عليك، لكن بعد ما اتجوزتك بقيت بصعب على مصر كلها. عادل عادل خلصني يا عادل، من الاخر هتجيب الفستان بتاع عرس بلاد العجائب لبنتك ياسمين ولا لا؟ بصي يا رانيا، انا لو جبت الفستان بتاع ياسمين مش هيبقى معايا فلوس اجيب لك فستان سهره شفته يجنن. عادل يا حبيبي يا قلبي، يا سيدي يا ناس مل عليك، يا ناس مل عليك، هتجيبيلي فستان يا حلوة يا قمرة. لا مش هينفع بقى، أهم حاجة أجيب الفستان بتاع ياسمين. فستان ياسمين أنهي؟ اللي هو بتاع الحفلة التنكرية. يا عم تولع الحفلة التنكرية، مش مهم يا عادل، البيت المهم أنت منين هتجيب الفلوس اللي هتشتري لي بيها فستان السهرة؟ أنا بفكر صراحة يعني أبيع الكاسة الأحمر الدبل، فاكرة ولا فكرك؟